في مركز أبحاث الغاز التابع لكلية الهندسة في جامعة قطر. الريسيرش أكثر تركيزه على مجال الغاز، ومن سواء من الإنتاج من الآبار، معالجة الغاز، ومن ثم الإشكاليات كذلك البيئية المصاحبة لها. فالثيمز الرئيسية اللي المركز يشتغل عليها، الجزء الأول اللي هو له علاقة بإنتاج الغاز ومعالجته، الجزء الثاني له علاقة بمحاكاة عملية الإنتاج الغاز والأوبتمايزيشن، والجزء الثالث هو له علاقة بالبروديوست ووتر اللي ناتج من خلال إنتاج الغاز نفسه، أو البروسيس ووتر اللي هو يتم من خلال معالجة المياه المستخدمة في العمليات نفسها. إن إحنا في عندنا كور فلودينج بايلوت بلانت نستخدمه إنه نشوف إذا مثلاً صار سكيل أو كوروجن، وكذلك هذه ممكن تستخدم لدراسة كيفية التعامل مع بعض المشاكل الناتجة عن الفراكتشر في الويلز مثلاً، إنه شلون نستخلص ثاني أكسيد الكربون. وبعد هذه إحنا طبعاً عندنا وحدة ثانية، أو عندنا بعض الأبحاث المتعلقة بكيفية تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مواد ذات فائدة. طبعاً إحنا في عندنا وحدات أخرى أو إكويبمنت ثانية تستخدم في الأناليسس، سواء بالنسبة للغاز أو بالنسبة للمياه كذلك، وهذه ممكن نستخدمها حتى نعرف الكاركترايزيشن بالنسبة للستريمز نفسهم. على مستوى الدولة نتعاون مع مؤسسات مختلفة، وكذلك في عندنا تعاون مثل ما قلت لك يعني على مستوى عالمي مع جامعات عالمية ومراكز بحثية عالمية مختلفة. فأعتقد وجود هيئة تربط الخدمات اللي موجودة، الفاسيليتيز الموجودة في الدولة مع القطاعات الحكومية والخاصة، راح تعمل دعم أكثر للمجال البحثي كذلك، وراح نتحول إلى real applied research، نحل مشاكل موجودة فعليا على أرض الواقع في القطاعات المختلفة سواء حكومة أو خاص. إحنا كان في عندنا مشروع مع كونوكو فيليبس برعاية قطر فونديشن للتخلص من المواد الضارة. طبعاً الغاز لما ينتج في عندنا تقريباً حوالي 3 أضعافه ماء، فإحنا شلون نتعامل مع هالماء هذا ونحوله إلى ماء كان يعني ممكن يستخدم لأغراض أخرى مثل الإريجيشن أو غيرها.